مرتفعا اليوم الثاني مع تراجع الدولار وبيانات ضعيفة عن الانتاج الصناعي الامريكي. هذه نظرة ايضا على سعر الذهب الذي يعود لتراجع الان بواقع 14%، يتخلى عن مستويات 1200 دولار للاوقية، وهذه نظرة على اسعار الفضة ايضا تراجعات الاوقية ب 14%. في أسواق العملات تراجع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، حيث استمرت البيانات الأمريكية المخيبة للأمال في الجلسة السابقة بالضغط على معنويات المستثمرين، وهذه نظرة على أسعار العملات الرئيسية. اليورو يسجل بعض الارتفاعات أمام الدولار الآن، مستويات الدولار 0.728. للمزيد حول تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. أهلا وسهلا بك نور من جديد. المزيد من البيانات المخيبة من الاقتصاد الأمريكي، هل نحن بصدد مراجعة أداء الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة؟ هذا الشيء الذي كنا نتحدث عنه مايا خلال الفترة الماضية أو منذ بداية العام، أنه الاقتصاد الأمريكي في مرحلة إعادة نظر نوعا ما أو نوع من الاختبار، هل فيما أو هل سيقوم بالفعل بالتعافي بعد وقف التيسير الكمي في أكتوبر الماضي. هذا الشيء إلى الآن لم يحدث، وحتى أنه معدلات النمو للربع الأول من العام الجاري حسب توقعات أيضا يعني قسم الفدرالي بأتلانتا يشير إلى أنه الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض بناقص 0.1%، هذا الشيء يعني انكماش الربع الأول. لكن بغض النظر عن ذلك، لا زالت هناك بعض الأرقام الإيجابية وبعض الأرقام السلبية، لذلك هذا السبب الذي نرى به الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق نوعا ما متذبذب جدا، وفي الغالب ما ستستمر هذه الذبذبة حتى يونيو المقبل، حتى نشهد من الفدرالي فيما لو هل سيكون رفع الأسعار الفائدة أو لا. لكن في الوقت الحالي أصبحنا نستبعد بالفعل أن يكون هناك في رفع سريع لأسعار الفائدة على الأقل في يونيو المقبل. طيب نور، من البيانات اللافتة كانت لهذا الأسبوع الصين، تراجع النمو بأكبر وتيرة في 6 سنوات خلال الربع الأول رغم كل الإجراءات التي اتخذها المركزي الصيني، ما هي الأدوات التي قد يلجأ إليها خلال الفترة المقبلة؟ هناك العديد من الادوات التي لازالت متاحه لدى البنك المركزي، اولا على الاقل ممكن ان يقوم بتخفيض الفوائد العامه او ان يقوم بتخفيض الفائده على اللي هي الريزرف ريكويرمنت ريشيو اللي هي الاحتياط الالزامي لدى البنوك لدعم ايضا الاسواق من جديد. لكن بالنهايه هناك في شيء مهم جدا، اولا لدينا معدلات نمو بواقع 7%، معدلات قويه جدا مهمه جدا. الشيء الاخر ايضا اليوان الصيني خلال الفتره الماضيه جميعها او يعني الذي شهدناه طول فتره الازمه الماليه العالميه وحتى ايضا بعد الازمه، وحتى أهم من ذلك أنه خلال فترة العام 2013 إلى الآن، على الرغم من كل التحركات التي شهدناها في أسواق العملات من ضعف الدولار أولا ثم ارتفاعه، إلا أن اليوان الصيني سجل نسبة كبيرة من الارتفاعات أمام سلة كبيرة من العملات العالمية باستثناء الدولار الأمريكي، انخفض اليوان الصيني أمامه بواقع فقط 1.3%. لكن المتوسط لكل يعني لو كان لدينا ادخار باليوان الصيني خلال فترة من بين أكتوبر 2013 إلى الآن، لكان سجل لدينا معدل ادخار أو ربح بواقع 14% من اليوان الصيني. لذلك على الرغم من كل هذه الأمور، لا زالت الصين قوية بشكل كبير، وحتى التباطؤ لا يأتي أيضا من الصين فقط، لأن التباطؤ متواجد بشكل عالمي سواء كان بالاتحاد الأوروبي أو كان من آسيا بشكل عام أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك حتى مع هذا التباطؤ لا زالت الصين لديها قوة كبيرة يجب النظر إليها من جديد. طيب نور، السؤال هنا يعني الصين من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين، هل لمزيد من الانكماش في الاقتصاد الصيني أن يؤثر في قرار رفع الفوائد في الولايات المتحدة؟ هو لن يبنى فقط على ما سيحصل في الصين او ما سيحصل ايضا في الولايات المتحده الامريكيه، هي الجلوبال ديماند بشكل عام. لا ننسى انه العام الجاري كان نوعا ما كان سلبي للبنوك المركزيه، كان هناك في تخبط من العديد من البنوك المركزيه من خلال التدخل في الاسواق من تخفيض اسعار العملات والى تخفيض ايضا معدلات الفائده. لذلك رفع اسعار الفائده يجب ان يعيد النظر فيه على الاقل الفدرالي الامريكي، فيما لو طبعا استمرت الارقام السلبيه. يوم غد مهم جدا، لدينا معدلات التضخم الامريكيه، فيما لو بالفعل شهدنا أرقام سلبية، هذا الشيء قد يعيد الأسواق مرة أخرى نظر في أنه الدولار الأمريكي لن يستمر بالارتفاع بشكل كبير، لأنه ارتفاعه سيؤدي إلى المزيد من التباطؤ بالاقتصاد. وعلى هذه الأساس ممكن أن تبدأ الأسواق وتسعر تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى سبتمبر على الأقل، وقد يكون حتى إلى ديسمبر فيما لو استمرت التراجعات. شكرا جزيلا لك كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري، كنت معنا مباشرة. هذا ما لدينا في أخبارنا الاقتصادية لهذه الساعة، نتابع الآن مع ريتا.